إذا مفكر ما حدا مهتم بوجودك ولا سائل عنك ولا عن تأثيرك، تعال أحكي لك قديش اهتمامك بشيء مهم لغيرك، خاصة إذا اهتمامك كان بالقضايا المركزية والأساسية. تعال خبرك كيف بتم تطبيق سياسة السيرك الروماني عنا بالدول العربية بشكل واضح ومستفز بالوقت اللي فيه إبادة شغالة بغزة. الحيلة قديمة كتير ومناخد من التاريخ مثال. الإمبراطورية الرومانية بالقرن الأول بعد الميلاد كان الإمبراطور عم بيواجه عدة مشاكل وأزمات، منها إنه الشعب عم بيشتكي من الفساد وفي معارضة وبيطالبوا بإصلاحات وتغيير شكل الحكم. فقال لك الإمبراطور هدول كيف بدي أسكتهم؟ ها إجت، راح بنالهم المدرج الروماني المعروف بكولوسيوم، مدرج ضخم بيوسع 80,000 شخص وإشي بيعمل لهم سيرك حيوانات بتصارع مصارعين وألعاب ومسابقات ومعارك ما بتخلص إلا بموت الطرف الآخر وإعادة تمثيل قصص أسطورية ملحمية دموية. وصارت هاي العروض الشغل الشاغل للشعب، وحتى كان في شخصيات مهمة تحضر وتتابع، وهيك حتى قدر الإمبراطور ينسي ويشغل الناس عن مطالبها بالتغيير باستخدام حيلة الإلهاء. شو علاقة هاي القصة بالدول العربية والشعوب وغزة؟ إسا بالدول العربية الأنظمة والحكومات كل حدا عنده السيرك الروماني الخاص فيه، ولكن صدفت إنه كلهم عم بيشغلوا سيرك لهدف واحد. والسيرك بأيامنا هاي تطور كتير وصار له أشكال وطرق مختلفة، ممكن يكون على شكل برامج ومسلسلات ومسابقات رمضانية واللي انعرضت برمضان بمحتواها المليان بالتفاهة والعنف واللي ما برجع بأي فائدة مرجوة على المشاهد بعز الإبادة بغزة. وانتبهوا، عنا وسيلة الإلهاء بكفة والقضية المركزية بكفة، وممكن تكون أوقات على شكل مباراة كرة قدم أو غيرها من الرياضات عشان تخطفك من الحدث المهم بالنسبة إلك، وبيحكولك ما تدخل الرياضة بالسياسة، ما تدخل الرياضة بالحرب، ما تدخل ما تدخل. بس أوقات عادي بيدخلوا الرياضة بالقضايا اللي هن بدهم ياها عادي. وكمان يا حبايب ممكن تكون وسيلة الإلهاء على شكل مسابقات، مثل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية بالرياض اللي مبلش هلأ حاليا وبتنتهي بشهر 8، وممكن يكون إلهاءك على شكل حفلات ومهرجانات ترفيهية مثل موسم الرياض اللي الناس راحت عليه عادي بنص الإبادة، كمان مثل مهرجان موازين بالمغرب اللي الحمد لله أهلنا بالمغرب قاطعوه وأفشلوه وكان الإقبال عليه ضعيف جدا. نحن ضد تنظيم موازين ونحن مع الشعب الفلسطيني. لا يمكن لأي متتبع الأحداث إلا أن يدين القرار ديال الحكومة المغربية لتنظيم موازين في الظروف في الوقت اللي الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة بشكل يومي. نجد على أن الحكومة وعلى سائر ما تقوم به أن دائما تذهب في الاتجاه المعاكس الذي يطالبه الشعب المغربي، في حين نجد أن هناك مطالبة بإلغاء موازين. وهلأ كمان جايك مهرجان قرطاج بتونس بهذا الشهر شهر 7، وعندك مهرجان جرش بالأردن تحت عنوان ويستمر الوعد. وعد شو بالضبط؟ وعد انه ما تلغوا المهرجان، مع انه كتير من الشعب الأردني رافض إقامة المهرجان لانه عندهم قضية مركزية واهم وشاغلة بالهم، وهي اخوتهم اللي عم ينبادوا بغزة وفلسطين. بس إدارة المهرجان قالت للشعب الأردني إنه نحنا رح نبعت ريع تذاكر المهرجان مساعدات لغزة، مع إنه بنفس الوقت بالأردن بتم اعتقال المتضامنين مع غزة وحبسهم، وبنرفع دعوات على حي مثل حي الطفايلة وبلاحقوهم وبحبسوهم لأنه تبرعوا لأهل غزة. كفوا عن ملاحقة أبناء حي الطفايلة يا حكومة بلدي إن كنتم صادقين في دعمكم لغزة وأهلها. حي الطفايلة سبق الحكومة بالدخول لغزة، ما المانع أن يكون ملف حي الطفايلة هو ملف وطني الحكومة. جلالة الملك يعني يقود مسيرة دعم غزة ودعا للمؤتمر الدولي لإغاثة غزة، هذا العنوان الرئيسي. فجلالة الملك قاعد بخاطب الدنيا كلها أغيث غزة، هل يعقل
أن يعتقل أبناء حي الطفايلة لإغاثة غزة بعد نداء جلالة الملك؟ يعني منعتقلك إذا تضامنت أو تظاهرت عشان غزة، بس منعمل مهرجان ومنسمح لك ترقص وتغني عشان غزة. فإذا هي على التبرعات، أهل الأردن وكل الشعوب العربية بأغلبها مستعدين يتبرعوا وعم يتبرعوا، ولو طلبت منهم الدول والحكومات ما رح يقصروا، لأنه هن بدون طلب مش مقصرين. فهل رح يقدر الشعب الأردني اللي كتير منه رافض المهرجان، هل رح يقدر يقاطع المهرجان مثل ما عملوا أهل المغرب؟ أو رح يمرق ويكون وسيلة إلهاء مثله مثل غيره وتنفيس للناس؟ بالنهاية هاي إحنا الناس الشعوب، وهاي وسائل الإلهاء اللي ممكن تكون بعد أكتر بكتير من اللي ذكرتهم. بس المسؤولية علينا كيف نرفض إنه يتم التلاعب فينا وإلهائنا عن قضايانا المركزية المهمة والمصيرية، وكيف نمنعهم إنه يسرقوا تركيزنا واهتمامنا، لأنه اهتمامنا اللي بيحطوا ملايين الدولارات ليسرقوا مننا ممكن يفرق بالمعادلة على الأرض ويعمل تغيير إذا تحركنا. فلازم ننتبه إذا نحن جوا السيرك أو برا. سلام.